سيتظاهر نان أنه يقوم بعمل ما. شاهد نان وحاول أن تحذر ماذا يفعل. حذرت ماذا يفعل؟ إنه شيء نأكله. هل عرفت ماذا يفعل؟ لنرى مجدداً. هل حذرت الآن؟ ماذا يفعل نان؟ هو يتظاهر بأنه يقشر موزة ثم يأكلها. إذا حذرت أن نان يقشر موزة ويأكلها فقد أصبت. الآن لماذا لا تقشر موزة وتأكلها مع نان؟ مستعد؟ نبدأ مجدداً. نان يقشر الموزة. هل يمكنك أن تقلده؟ أنت ونان بارعان في تقشير الموز. نان يأكل الموزة. هل يمكنك أن تقلده؟ أنت بارع في تقشير الموز وفي أكله أيضاً. هنيئاً.